استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار صباح اليوم كل من معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني زيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، للاطلاع على ما يتمتع به المجمع من مقومات في مجال البحوث والتكنولوجيا. التعرف على ما يقدمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كان الهدف الأساسي لزيارة معالي وزراء الاقتصاد للمجمع للاطلاع على ما حققه من إنجازات ملموسة من خلال استقطاب شركات عالمية واستثمارات في أرض المجمع، وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين والباحثين لا سيما في القطاع المعرفي. بداية نحن سعيدين اليوم بتواجدنا في المجمع التعليمي والصرح صرح الابتكار والتكنولوجيا هنا في إمارة الشارقة، فعلا إضافة جديدة للعمل والمنظور الجديد، بيكون إن شاء الله إضافة لمفهوم الاقتصاد الجديد اللي بيكون طاغية على معظم مفاهيم الاقتصاد العالمي والياسين نشوفه اليوم في من خلال التجارب والممارسات والتقنيات الموجودة. هذا دليل أن فعلا هذه بتكون النظرة المستقبلية للقطاعات المختلفة. تواصلنا مع الوزراء في يعني كيفية التعاون بين المجمع والوزارة في دعم الشركات ودعم التشريعات الجديدة اللي تدعم عمل الشركات، بالإضافة إلى تواصل بين الشركاء المختلفين في هذا العمل. نحن طبعا اليوم عندنا مشاريع كبيرة في المجمع نحاول أن ندعمها وندعم أيضا ريادة الأعمال في هذا المجال والمنتج الوطني. واستمع أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد لشرح حول تصميم مبنى المجمع الذي تم وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير في بناء مجمعات التكنولوجيا العصرية وما يتضمنه من مرافق وخدمات تشجع الابتكار والبحوث الأكاديمية التي من الممكن أن تترجم على أرض الواقع. نؤمن بشكل كبير في وزارة الاقتصاد أن ملف الابتكار ملف جدا مهم، وسوف يكون هناك تعاون كبير. عندنا مكتب براءات الاختراع الموجود عندنا في الوزارة، سوف يتم التنسيق مع المجمع بحيث تسهيل عملية التقديم على براءات الاختراع من المجمع هذا وأيضا من الجامعة. هدفنا في النهاية هو تعزيز ثقافة الابتكار، تعزيز ثقافة البحث العلمي، وأعتقد هذا المجمع إضافة نوعية لمنظومة الابتكار في الدولة. هذا واطلع معالي الوزراء على أهم المشاريع الابتكارية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، من بينها العمليات التطويرية والاختبارية للقطارات المعلقة والمنزل الذي تم بناؤه بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع، وهي مشاريع تمت من خلال استقطاب نخبة من الكفاءات سواء من المستثمرين أو الباحثين. زيارة تؤكد على أهمية مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ودوره في دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال. لأخبار الدار وليد الأصبحي، الشارقة.